تنظم المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الداخلية وبالتعاون مع بنك التنمية العماني الندوة التعريفية بالبرنامج التمويلي الريفي، وذلك في مركز نزوة الثقافي. رعى الندوة سعادة الشيخ راشد بن سعيد الكلباني والي نزوة، حيث افتتحت بكلمة المهندس بدر السيابي القائم بأعمال مدير عام الثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الداخلية. من خلالها رحب بالحضور وتطرق لمنتج ريفي الذي تم تدشينه برعاية السيدة الجليلة حفظها الله ورعاها والفئات المستهدفة. بعد ذلك بدأت أوراق العمل، حيث قدم الفاضل سعيد أنبو سعيدي مدير بنك التنمية العماني بالتكليف فرع نزوة ورقة العمل الأولى بعنوان دور بنك التنمية العماني في منتج ريفي، ووضح طريقة وشروط استقبال الطلبات وشروط الحصول على القرض وطريقة السداد. سعيد، حدثنا عن هذا البرنامج التمويلي الريفي، عرفنا أكثر عن هذا المنتج وكيف ممكن راح يفيد شريحة المرأة الريفية. بسم الله الرحمن الرحيم. منتج ريفي هو بادرة من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بتعاون مع بنك التنمية العماني بهدف تمكين المرأة الريفية في المجتمع وجعلها مرأة فعالة من ناحية الإنتاج والتصنيع والتسويق للمنتجات الزراعية والثروة الحيوانية. طبعا هذه البادرة مثل ما تكلمت من شوي إنها تهدف لتمكين المرأة اجتماعيا، تمكين المرأة اقتصاديا. بعدها ألقت الفاضلة حميدة بن سلومة الشكيرية مديرة دائرة التنمية الريفية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ورقة عمل بعنوان دور وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في منتج ريفي. أبرزت من خلالها دور الوزارة في هذه المبادرة من حيث استقبال الطلبات وتدريب المستفيدات. الورقة الثالثة قدمتها الفاضلة فتحية الحجرية مساعد خدمة تأميني من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بإبرة، وكانت بعنوان المرأة العمانية في قانون التأمينات، وعرضت فيها تعريف التأمينات الاجتماعية وأهميتها لأصحاب المشاريع وخاصة للمرأة العمانية. كما تم افتتاح معرض مصغر مصاحب للندوة. وقدمت هدية تذكارية لراعي الندوة. سعادة الشيخ، كيف ترى الاهتمام بالمنتجات الريفية خاصة من قبل المرأة العمانية وخاصة أيضا في محافظة الداخلية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا المنتج الريفي وهنا في سلطنة عمان يعني من العناصر الأساسية يعني لبعض الأسر، ولله الحمد يعني أبدعت في هذا المجال، وكثير من الأسر كذلك يعني وصلت مواصيل يعني من كما يقول بدأت من الصفر حتى وصلت ما شاء الله إلى درجة من الجودة، درجة من التنوع في المنتجات. وافتتاح السيدة الجليلة حفظها الله طبعا هذا المنتج وتدشينه، هذه يعطي دافع كذلك لجميع النساء اللي تنتهن هذه المهنة. فأمنيتنا إن شاء الله يكون هذه المنتجات تكون نواة لمصانع في المستقبل إن شاء الله، وتكون مصدر رزق لكثير من الأسر. شكرا سعادتك. الأخت ليلى، كونك مشاركة في المعرض المصاحب للندوة التعريفية للبرنامج التمويلي ريفي، بعد ما تعرفتي على البرنامج كيف ممكن راح تستفيدي من هذا البرنامج؟
أول شيء أشكر القائمين على البرنامج جميعهم ومن دعاني لمشاركة. بالنسبة للبرنامج طبعا أنا أستفيد منه فائدة كبيرة، لأنه مثلا المنتج مالي أقدر أطوره، فيساعد على تطوير المنتج مالي ويساعد على المنتجات تطلع خارج السلطنة وجميع أنحاء السلطنة إن شاء الله. ونفس الشيء يساعدني ممكن أسوي لو مصنع بسيط لمنتجاتي كوني مرأة ريفية. وكانت للجلسة الحوارية الدور الأهم من خلال مناقشات أهم مواضيع المبادرة بين المختصين والمستهدفين. وكما كرم المهندس بدر السيابي القائم بأعمال مدير عام الثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الداخلية مقدمي أوراق العمل والمشاركين بالمعرض المصاحب. مع هذا البرنامج التمويلي الذي يقدمه بنك التنمية العماني بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لدعم المشاريع الريفية للمرأة العمانية، نتمنى كل التوفيق والتقدم بإذن الله تعالى لهذه المشاريع الريفية. محمد العمري للمديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الداخلية.